السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم فكر معي. في هذه الحلقة سنتناول موضوعا متعلقا بتربية الأبناء، يتعلق الأمر بسلوك من سلوكيات الأبناء التي يحاول الآباء دائما علاجه، وسنأخذ نموذجا على بعض الاختلالات السلوكية لدى الطفل، وهو موضوع كذب الأطفال. كذب الأطفال، سنناقش هذا الموضوع ونفكر فيه معا من عدة زوايا. أولا، في حقيقة كذب الأطفال، ما هو معنى، هل هو فعلا كذب، ما هي حقيقة موضوع كذب الأطفال. ثم سنناقش أيضا من الناحية المهارية كيف يتعامل الأب مع هذا السلوك إن بدر من الطفل، وسنتناقش أيضا ونفكر معا في موضوع قناعاتنا في حول هذا الموضوع. الموضوع الكذب لدى الطفل، الباحثون في المجال يذكرون أن الكذب لدى الطفل يبدأ من بعدة سمات أو بعدة صفات معينة. يبدأ هذا الكذب ابتداء أنه نوع من الاكتشاف أو نوع من الطفل، كأنه يخبر الشخص الآخر بخلاف الحقيقة. أحيانا يكون فقط من أجل الاستكشاف، من أجل مفاجأة الآخر بمسألة معينة. ثم يتطور هذا الكذب إلى ما يسميه المختصون بالكذب الكيدي، أي أن الطفل يكذب، يقول خلاف الحقيقة من أجل أن يتفادى عقابا معينا، كأن يكسر شيئا في البيت أو أن يحدث أي خلل في البيت. وعندما يسأله الأب أو يسأله أحد أفراد الأسرة، يقول أن هذا الفعل قام به فلان أخوه أو شيء من هذا القبيل. فيتطور الموضوع إلى أن يصير أنه يربط بين الكذب وبين اتقاء العقوبة. أحيانا أيضا يكون لهذا الكذب مظهر آخر، كأن المظهر خيالي، كأن الطفل يتخيل بعض الأشياء معينة غير الحقيقية غير الواقعية، ويحدث بها على أساس أنها في خياله، كأن يقول أنه يطير أو شيء من القبيل. هذا يحدث طبيعي بشكل دائم في الفترات المبكرة بعد الأربع، حدود بين الأربع سنوات إلى ست سنوات. قد إذا لم يتعامل الآباء بطريقة معينة مع كذب الأطفال، قد يتطور الموضوع إلى أن يصير سمة من سمات الطفل، وربما تتطور لتصير صفة سلبية جدا لدى الطفل. إذن علينا ابتداء أن نفكر في طبيعة، أو نلاحظ، نحاول أن ندقق في الكذب عند الطفل في طبيعته. هل هو فعلا من الدرجات الأولى، كأن الطفل ما زال كأنه مثل اللعبة، كأنه يخبرك بشيء، فإذا اكتشف أنك لاحظت أنه غير صحيح، يبدأ يضحك كأنه ضحك عليك أو شيء من القبيل. حتى يعني يجب على الآباء أن يراقبوا بدايات هذا التصرف من الطفل، ويفهموا الدوافع التي جعلت الطفل يقوم بهذا التصرف، وهو أنه يحدث بخلاف الحقيقة، ويحاول أن يخدع من يتكلم معه أو من يحاوره بإخباره بعكس الحقيقة. إذن موضوع الكذب، على الآباء أن يتعاملوا معه بطريقة مبنية على فهم الدوافع التي تجعل الطفل يقوم بالكذب. والطريقة المثلى لتعامل الآباء مع كذب الطفل، ينبغي أن تنطلق كما أسلفت من فهم الدوافع، حتى إذا فهم الأب دافع الطفل أن يخبره بشيء كذب، إذا كان الدافع وما زال دافعا طفوليا وفي درجة من البراءة، يبين له خطورة هذه المسألة. هل تطور الأمر إلى كذب كيدي لأنه سيتقي به العقاب أو غيره؟ على الأبي أن يفهم أولا الدوافع، حتى إذا فهم الدوافع يتصرف. عليه دائما أن تكون فيه تؤدة وتأني قبل أن يتصرف، لأن هناك خطورة كبيرة جدا عندما يتصرف الطفل مثلا بتصرف خاطئ مثل الكذب، كأن يقول كلاما كاذبا ويعاقب ويقر بأنه كان كاذبا، كأنه في نوع من الاعتذار، كأنه يخبر أنه فعلا أخبر بشيء كذب. فإذا ما قام الوالد بضربه على أساس أنه أخبره أنه كذب، فمباشرة ستكون النتيجة عكسية. مثلا لنعطي مثالا لهذا الأمر، طفل يتحدث بكلام كاذب، ثم بعد ذلك يكتشف والده بعد أن يقر الطفل أنه فعلا ما قاله ليس صحيح، يقر أن ما قاله ليس صحيح، يبدأ الوالد مباشرة بعقوبة الطفل بعد أن أخبره بشيء صادق، يعني بعد أن أقر أنه كذب. فعقوبة الوالد له ستجعل نتيجة عكسية، ستجعل الطفل مباشرة لا يقر بأنه يكذب، لأنه عندما أقر بأنه كذب قام الوالد بعقوبته. على الوالد أن يتأنى
في حالة كذب الطفل، وأن يفهم أولا الدافع الذي جعل الطفل يكذب، حتى إذا ما فهمنا الدافع فهم الدافع وفهم أسباب كذب الطفل يبين له خطورة المسألة بطريقة متئدة، ويحاول أن يزرع قيمة الصدق من خلال تجنب الكذب من خلال الأمثلة الكثيرة الموجودة في ديننا الحنيف، الموجودة حتى في قصصنا الشعبية وحتى قصص الحيوانات وغيرها، يربط له خطورة الكذب بقصة معينة كانت نهايتها مأساوية بسبب كذب أو شيء من هذا القبيل. المهم أن لا يربط الموضوع بطريقة فيها تعنيف، لأنه إذا كان هناك تعنيف سواء كان تعنيفا جسديا أو تعنيفا لفظيا ستكون نتيجة عكسية، لأن الطفل سيجد في الكذب مندوحة أو سيجد في الكذب سلامة أو سيكون يتقي من خلال الكذب ضرب الوالدين. على الوالد أن يحاول أن يزرع قيمة الصدق لدى الطفل، لا أن يعاقبه عندما يقر بكذب أو يقر بأنه تصرف تصرفا سيئا، حتى تزرع القيمة بطريقة صحيحة، وحتى لا يتخذ الطفل الكذب كوسيلة من أجل صد العقوبة الجسدية أو العقوبة اللفظية. إذن في موضوع كذب الأطفال على الآباء أن ينتبهوا لفهم الدوافع وأي تصرف، حتى كلامنا عن كذب الأطفال ينسحب على كل التصرفات التي يقوم بها الطفل، سواء كانت خاطئة سواء كانت تصرفات قولية أو تصرفات فعلية. على الآباء أن يركزوا على موضوع الدوافع، وأن يفهموا أيضا ما هي الطريقة المثلى لزرع القيم لدى الطفل. موضوع الكذب مثال من الأمثلة التي للأسف الشديد لديها مجموعة كبيرة من الأسباب، من الأسباب التي قد تجد الطفل يكذب، وهذه من المسائل التي ينبغي أن نراجع فيها قناعاتنا. إذا كان الكبار الأشخاص الكبار قربه يمارسون يعني يكذبون ويستسهلون موضوع الكذب، حتى يأخذونه على أساس أنه مزاح أو شيء من القبيل أو سبيل أو وسيلة للتسلية، قد يتصور الطفل أن الكذب مسألة بسيطة جدا. هذا مثل كل التصرفات التي تعاب على الأطفال ويقوم بها الكبار. الطفل يرى أن في الأمر نوعا من الانفصام أو نوعا من عدم الوضوح، لأنه يقال له هذا التصرف أو هذا الفعل خاطئ، ويرى في نفس الوقت الآباء يقومون بنفس التصرف، مثلا موضوع التدخين. إذا كان الطفل يسمع دائما من الكبار عليك ألا تدخن، ويرى أباه وأخاه أكبر منه يدخن، سيجد أن الأمر فيه صعوبة وعدم وضوح، لأنه ينهى عن شيء ويرى من ينهونه عن ذلك الشيء يقوم به. في موضوع الكذب إذا كان فعلا الشخص يريد الطفل أن يكون صادقا وأن يكون الكذب يبتعد عن الكذب، عليه أن يمارس هذه القيمة بشكل فعليا، وأن يكون أمام أطفاله وحتى لوحده صارما في موضوع لا يتحدث إلا بصدق. إذن موضوع كذب الأطفال المفتاح الأساسي فيه وما يجب أن نفكر فيه معا هو ما هي دوافع هذا الطفل للكذب. إذا ما فهمنا الدوافع من الممكن أن نصحح الوضعية وأن نؤسس لقيمة الصدق والقيم التي تدعو الطفل أن يكون صادقا، وأن لا يأخذ الكذب كوسيلة من أجل توقي العقاب، أو أن لا يأخذ الكذب الكيدي كما قلت من أجل إلصاق التهم بالأشخاص الآخرين تفاديا للعقاب. إذن موضوع فهم دوافع الكذب لدى الطفل لا يختص بوالده فقط، وإنما على المربين المعلمين مثلا والأساتذة في فصولهم أن يفهموا يحاولوا فهم دوافع الطفل للكذب. من خلال فهمهم للدوافع يستطيعون أن يعالجوا هذا التصرف السيء من طرف الطفل، ويسحب الموضوع كما أسلفت على كل التصرفات التي يقوم بها الطفل، ونحاول كمربين وكآباء تغييرها، لأن فهم الدوافع يساعد على فهم الأساليب التي من خلالها نقوم بمعالجة هذه التصرفات السيئة لدى الطفل، سواء ما تعلق منها بالكذب أو سواء ما تعلق منها بأي تصرف سيء آخر. المهم أن نفهم الدوافع، والمهم أن ننطلق من منطلقات واحدة، وهي أن الطفل ليس سيئا بطبعه، ليس
يعني سيء للغاية، وأن كل دوافعه دوافع سيئة. أحيانا تكون دوافعه دوافع لها مبرراتها، لكنه يستخدم الوسيلة الخاطئة من أجل الوصول إلى الهدف المبرر. هو إذن موضوع شائك يجد الآباء فيه دائما صعوبة، علينا أن نفكر فيه معا حتى نفهم حقيقته، وحتى نفهم دوافعه، وحتى نفهم الأساليب والطرق التي تمكننا من صرف الطفل عن هذا التصرف المشين. شكرا لكم، السلام عليكم.